بلع لمباراة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة اللي كان هنأه من هذا المنبر بلغه من الأولمبياد باريس 2024 الحضور الثامن في الأولمبياد بعد سبع مشاركات سابقة كانت مع كامل الأسف مخيب للأمل ما عدا أولمبياد 1972 في ميونخ اللي كان مر الدور الثاني أنا ذاك كان الدور الثاني من مرحلة المجموعات انهزموا في ثلاث مباريات في الدور الثاني في المشاركات الفارطة بأكملها كان إقصاء من دور المجموعات عودة لكأس الأمم إفريقيا المنظم هنا ببلادنا والمرور إلى النهاية على حساب مالي بالضربات الترجيحية مباراة كيف ما شاهد الجميع هي مباراة الأعصاب من الدقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة الشوط الأول كان صوت مثالي للنخبة الوطنية اللاعبين أدوا ما عليهم حتى الهدف الأول المسجل من طرف اللاعب وحيدي كان هدف رائع بعد تيكي تاكا مغربية متميزة لكن أنا شخصيا لم أفهم لماذا عصام الشرعي قال للاعبيه أن يعود للوراء خلال الشوط الثاني ونحن نعرف أن المنتخب المالي في الفئات السنية هو منتخب رائع يعني لاعبين عندهم واحد طاقة بدنية هي متميزة جدا وهذا رأينا في 120 دقيقة رغم أنهم جابوا التعادل لم يعودوا إلى الوراء بل بحثوا على الهدف الثاني وتأتى لهم ذلك عكسنا نحن واحد الزيرو هي نتيجة غير آمنة وهذا الشيء اللي شفناه يعني خطأ كبير ارتكبوا عصام الشرعي في الشوط الثاني من المباراة وقال في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أنه يعني ما كانش عليه أنه يحط اللاعبين العودة للوراء لتأمين النتيجة لكن كان عليه أنه يقلب على أهداف أخرى كذلك شفنا واحد العياء هي نهاية موسم اللاعبين كيفكروا في الفرق اللي غادي ينتقلوا لهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية شيء هذه معروف ولكن حتى اللاعبين الماليين عند نهاية موسم لأن أغلبهم يلعبون في دوريات الكبرى مع فرق أوروبية متميزة لذلك يعني أتمنى من عصام الشرعي في المباراة النهائية لا يعود للوراء لأنه هو منتخب المالي أقوى بكثير من منتخب المصري لكن منتخب مصر يعرف كيف يلعب النهائيات رأينا الأهلي المصري كيف فاز بدوري أبطال أوروبا عندما انتصر على الوداد فالكرة المصرية إن حققت اللقب ستكون يعني نزعت لقبين من المغرب في قلب المغرب لقب دوري أبطال أوروبا من قلب دونور وتعطيها لقب آخر من قلب مولاي عبد الله فالأمر سيكون يعني ليس بالسهل على الكرة المغربية لذلك نتمنى أن يكون أولا اللاعبين في الأوج العطاء ديالهم في واحد اللياقة بدنية اللي هي متميزة اللي غتمكنهم من خوض مباراة من 90 دقيقة أو 120 دقيقة هنا مباراة غتكون بين أقوى خط دفاع وأقوى خط هجوم أقوى خط هجوم ولصالح المنتخب الوطني المغربي بينما أقوى خط دفاع لصالح المنتخب المصري اللي مسجل عليه أي إصابة دفاع متراس خط وسط متراس رغم أنهم في خط الهجوم يعني كيضيعوا بزاف ديال الكرات لكن كيسجلوا من أنصف الفرص كيفما تنقولوا لذلك يجب على عصام الشرعي أن يجد التوليفة المناسبة لهذه المباراة لأن نعرف الكرة المصرية والمنتخب المصري الخبط الكروي الذي يجيده في مثل هذه المباريات وكذلك لا يجب على اللاعبين أن يقعوا في نرفزات اللي غيحطون فيهم اللاعبين ديال مصر هذا شيء معروف في الكرة المصرية والكل أصبح يعرف كيف يتعامل اللاعب المصريين وكيف تتعامل الكرة المصرية مع مثل هذه المباراة ربما تشكيلة ستكون واضحة هي نفس التشكيلة دي لعبة أمام غاني اللي كان في الانتصار بخمسة أهداف ربما سيعود عصام الشرعي الاعتماد على أيمن الوفي مكان شادي رياض قدم مباراة متميزة رائعة لكن ربما في الالتحامات والكرة الطويلة أيمن الوفي أحسن منه من هذا الجانب أنا أظن شخصيا هو اقتراح وهو الممكن نظرة ديالي ربما تكون صائبة أو خاطئة ربما يعيد شادي رياض اللي دكت الاحتياط واعتمد على أيمن الوافي أظن أنه بلال الخنوس إلى حدود المباريات مالي في المباريات السابقة لم يقدم ما هو المطلوب منه موهبة رائعة متميزة لاعب متميز لكن لم يقدم ما هو مطلوب منه مع المنتخب الأولمبي هل هو نهاية موسم هل هو التعب لا ندري ماذا لذلك أتمنى من عصام الشرعي أن يريحه في هذه المباراة ويعطي الثقة لأسامة تيرغالين لأنه لاعب جيد لاعب متميز كيعطي
الحلول لخط الهجوم. سنرى هل اسماعيل الصيباري سيدخل ام لا، نظرا لانه خرج مصابا في مباراه مالي الاخيره. نتمنى له الشفاء وان يكون حاضرا، لانه دينامو الوسط واسماعيل الصيباري كنشوفوا كيفاش كيمد الكرات للهجوم. الزلزولي كذلك يقدم ما عليه، كذلك يعني اللاعب ابراهيم صلاح هو لاعب متميز طويل القامه، نتمنى ان تعطى له الفرصه في هذه المباراه النهائيه. الاهم هو انه اذا سجلنا الهدف الاول على المرمى المصري لا نعود للوراء لكي لا نقع في المشاكل التي وقعنا فيها في مباراه مالي وفي مباراه غينيا الاولى في دور المجموعات. ان سجلنا علينا ان نبحث عن الهدف الثاني، لانه المنتخب المصري لن يتركك 93 دقيقه الا اذا ان يصل الى مرمى. وكنعرفوا نقطه ضعف المنتخب الوطني المغربي الاولمبي هو حراسه المرمى علاء بالعروش. اكثر من علامه استفهام عند هذا الحارس، نتمنى ان يكون هناك الحل. الان نحن الاهم هو ان يبقى الكاس هنا في المغرب وان يكون لقب مغربيا، لانه ستكون مباراه بين منتخب يبحث عن لقبه الاول بعد ضياع لقب 2012 بعد الهزيمه امام الغابون في المغرب ضد منتخب اللي غادي يبحث على الحفاظ على اللقب ديالو اللي حقه في النسخه الاخيره من البطوله. مباراه ستكون قويه على جميع الاصعده، والجزئيات الصغيره هي التي ستحسم هذه المباراه. نتمنىها مغربيه ونتمنى ان يكون اللقب مغربيا، لان لدينا لاعب من الطراز العالي، منتخب من العار ان لا يتوج بهذه الكاس بعد تحقيق تاهل الأولمبياد باريس بعد غياب لأزيد من 11 سنة عن الأولمبياد. ها نحن نعود للأولمبياد، نتمنى أن يكون ختامها مسك ويكون اللقب مغربيا يوم السبت. هناك إقبال كبير على التذاكر كيف ما شفنا البارح اليوم، بمجرد وضعها في البوابة الرسمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيكون جمهور غافل اللي كنطالبوا أنهم يشجعوا المنتخب من بداية المباراة، صفيرة الحكم إلى نهاية المباراة، ويكون الختام فرحة مغربية وتتويج مغربي إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على